بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده هنتكلم عن حاجة اسمها الـ EPNF. ايه هي الـ EPNF؟ هنقول دلوقتي هو هيجيب لي مسألة او جرامر. الجرامر ده هيكون ايه؟ هيكون عبارة عن PNF. وهعمل فيه ايه الـ PNF؟ بيقول لي هاتيلي الـ EPNF بتاعته. طيب الـ EPNF دي عندي منها نوعين، يا اما left repetition يا اما right repetition. ماشي، يعني ايه الكلام ده كله؟ هنجيب الاول يعني ايه الاي بي ان اف. الاي بي ان اف دي يعني الحاجات المتكررة هشيلها واحط مكانها حاجات. طيب هحط مكانها حاجات دي على اساس ايه؟ دلوقتي الليفت او الرايت ريبيتيشن ده بيجي من ناحية ايه، او ايه المشكلة بتاعته، او يعني ايه ريبيتيشن؟ ريبيتيشن يعني انا بكرر الحاجة، صح؟ يعني ممكن انده على نفسي وانده على نفسي تاني، عمال اكرر ان انا بنده. كلمة ان انا بنده على نفسي تاني دي في الكود بتاعنا كان اسمها ايه؟ ريكيرجن. طيب يعني معنى كده ان انا عندي هنا left recursion او right recursion. طيب خلاص كده تمام، احنا واقفين لحد كده. في نقطة كمان بس عشان ما ننساهاش، الـ EPNF بيكون فيه يا اما recursion يا اما حاجة optional او factoring. احنا دلوقتي هنتكلم عن الـ recursion، نرجع نكمل هنا تاني. طيب زي ايه بقى؟ هنجيب الـ example اهو، ادي المسألة بتاعتي، هحدد عليا اساس اذا كانت هي left ولا right. هنشوف دلوقتي، ادي السهم، ادي اكسبريشن طالع منها سهم. بعد السهم على طول دلوقتي احنا بنتعامل ازاي بقى؟ فاكرين في البارس تري اللي احنا لسه قايلين؟ طيب الاكسبريشن في حاجتين، طالما في اور يبقى ادي شمال وادي يمين، تمام كده. طيب اعرف منين اذا كان الريبيتيشن في الشمال ولا اليمين؟ لو لقيت نفس الكلمه اللي قبل السهم موجوده بعد السهم على طول يبقى دي كده لف. انما لو كان في هنا كلمة ترم واللي متكرر هنا فين؟ ترم، اهي ترم في اخر الاكسبريشن او في مين الاكسبريشن الاولاني، يبقى دي كده هتكون رايت. يبقى تاني لو دي كانت ترم يبقى الاكسبريشن، لو مكان اي اكس بي في كلمة ترم يبقى كده دي ايه؟ يبقى كده الجرامر ده هيكون رايت، او اول جملة هتكون رايت. انما لو هو قلنا طالما اللي قبل السهم هي اللي بعد السهم على طول يبقى ده left recursion او left repetition، يبقى هنحط ده هنا. طيب ممكن بقى نحل، يلا نحل. هنحل ازاي بقى؟ دلوقتي اول حاجة هعمل ايه؟ هنزل الاسم زي ما هو، نعتبر ان ده السهم اهو عشان انا عندي هنا مفيش سهم. طيب ايه بقى اللي هيحصل؟ نكبر الدنيا شوية، مش فاكرة ان السايز بيكبر مني، ماشي ما علينا. طيب مكان اللي متكرر هعمل ايه؟ هفتح الكيرلي براكت، سوري انا اسفة معلش، لا مكان اللي متكرر هحط الحاجة اللي بعد الاور. فين الحاجة اللي بعد الاور؟ ترم، يبقى هكتب ترم. ماشي. طيب وبعديها مش ده ريكيرجن، يبقى هحط كيرلي براكت. هكتب ايه بقى كيرلي براكت جوه الكيرلي براكت؟ مش هي دي بس الكلمه اللي هي متكرره؟ اتبقى ايه؟ يبقى اتبقى ادوبتر. هكتب جوه ادوبتر عشان هو اللي جوه كوس كده. خلصنا او خلصنا، يبقى عملنا ايه؟ اول حاجه حطينا مكان الحاجه اللي متكرره كل الحاجه اللي بعد الاور، وبعدين احنا فاتحين كيرلي براكتس وحطينا جواهم ايه اللي متبقي لما شطبنا على اللي متكرر. طيب بعديها الادوب، في اي حاجه متكرره؟ لا، يبقى هتنزل زي ما هي. وبعدين الاور اعتبره دي اور يعني، وماينس. ماشي. الترم نروح كاتبين ترم اهي. ماشي. اللي على اليمين هو اللي على اليمين السهم، شمال السهم. يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل نفس الموضوع، مكانها هنكتب كل اللي بعد الاور. فين اللي بعد الاور؟ اهي.
فاكتور، هنروح كاتبين فاكتور وبعدين هنروح فاتحين كيرلي براكتس ونكتب جوه الكيرلي براكتس اللي متبقي، يعني ايه اللي متبقي عشان انا عارفه الناس بتتلخبط، يعني احنا اهو شطبنا على دي اللي متبقي في باقي الاكسبريشن مال اوب فاكتور، وهنا كنا شطبنا على دي واللي اتبقى ده، يبقى هننزل نكتب between brackets ثواني ادي مال اوب فاكتور خلصنا دي. طيب بعديها مين المال اوب، في حاجة اي ريكورجن اي حاجة؟ لا، يبقى هتنزل زي ما هي. طيب بعديها كلمة فاكتور، في اي حاجة متعادة؟ لا خلاص شكرا، زي ما هي تتكتب عادي ودي نمبر. طيب هيجي حد بقى يقول لي ايه ده، بس اللي بين قوسين ده اكسبريشن ومتعاد وموجود، انا ماليش دعوة، انا كل اللي بتعامل فيه في البي في الاي بي ان اف ان اللي قبل السهم هو اللي يكون بعد السهم. طيب ده كده الليفت ريبيتيشن، يبقى نقول تاني ايه اللي خلاني احكم ان هي ليفت، عشان الاسم اللي على شمال السهم هو اللي بعد السهم على طول اللي على يمينه، يعني اللي قبل السهم هو نفس اللي بعد السهم. طيب لو مثلا بقى الرايت اكسبريشن ده ازاي، ادي اكزامبل. طيب ايه اللي خلاني اعرف ان ده رايت ريبيتيشن او رايت ريكيرجن؟ بصوا بقى الكلمه اهي اللي قبل السهم مش موجودة بعد السهم على طول، بس موجودة في الجزء الثاني من كل الترم اللي بعد السهم. يعني ايه؟ يعني بص هنا دلوقتي احنا قلنا ان اللي قبل السهم بعد السهم، بس هنا هو مش بعد السهم، ده هو فين؟ مش احنا قلنا الاور دي بتقسم الحاجة جزئين، هي موجودة بقى في الجزء اليمين بتاع الجزء اللي بعد السهم، يعني هي مش موجودة بعد السهم على طول، لا هي موجودة في الترم التاني. معنى كده يبقى هي ايه؟ رايت ريكيرجن. طيب هعمل ايه بقى ساعتها في الحل؟ هعمل كالاتي، نمشي نفس الطريقة اهو سيكونس، انا بنقل الاسم اهو مفيش مشاكل، وادي السهم. طيب هعمل ايه بقى انا دلوقتي؟ مش احنا كنا بنحط ال يعني مكان الحاجة اللي متكررة بحط مكانها الكيرلي براكتس؟ هعمل نفس الحوار بالظبط، مش ده مكانها، هسيب مسافة الأول حاجة وهحط مكانها مين اللي بعد الأور اللي هو STMT، ادي اللي بعد الأور. طب المكان الفاضي ده هعمل فيه ايه؟ هحط فيه بقى الكيرلي براكتس بتاعتي اهو، عشان يبقى نفس الترتيب، يعني عشان قصدي مش هو هنا الجزء ده جزئين واحنا حطينا اللي بعد الاور مكان الجزء اللي بيتكرر، طب الجزء ده هحط فيه ايه؟ هحط فيه بقى الحاجة اللي اتكررت، اللي هو مين الحاجة اللي اتكررت؟ ال STMT والسيمي كولون. يبقى كأني بالظبط عملت ايه اهو، شطبت مكان اللي متكرر وحطيت مكانه اللي بعد الاور، والمكان اللي فاضي حطينا فيه الكيرلي براكت اللي هو بيعبر عن تكرار الجزء ده، وحطيت فيه اللي اتبقى، اللي متبقي اللي هو مين هنا؟ هنا انا عملت نفس الحكاية، مكان الحاجة اللي متكررة حطيت مين؟ اللي بعد الاور، وجيت في الجزء التاني بتاع الترم حطيت الحاجة اللي اتبقت. ادي الليفت والرايت، هو ما بيجيش يقول لي ده ليفت ولا رايت، انا اللي بعرف زي ما قلت لكم من مكان اللي بعد السهم او اللي قبل السهم. طيب ده كده ايه؟ ده كده الريكيرجن، تمام. طيب نيجي بقى لمين؟ احنا ناقصنا مين دلوقتي؟ الاوبشنال او الفاكتور. ايه هو بقى الاوبشنال ولا الفاكتورنج ده؟ ده طبعا الجرامر اللي هو بيديهوني او البي ان اف، وانا اطلع الاي بي ان اف. طيب اعرف منين بقى ده اوبشنال؟ حاجه بسيطه جدا، بص اللي قبل السهم اهو، انا دلوقتي هحل كاني بحل مساله عاديه خالص، انا مجمع، انا مالفه لكم المساله دي جايبه جزء من امتحان ومكمله بجزء تاني. طيب دلوقتي هنا اللي بعد السهم في علاقه بالكلمه دي؟
ده اللي بعد السهم ولا الجزء ولا اي حاجة بعد السهم خالص. طيب شكرا، دي كده ما فيهاش ريكيرف. يبقى كده هحكم بين حاجة من اتنين، هي فيها اوبشنال وفاكتور ولا ما فيهاش حاجة اصلا خالص. نشوف هنا. طيب الجزء ده اروح اشوف هو موجود في الجزء اللي بعد الاور ولا لا. يعني ايه الجزء ده موجود في حاجة من بعد الاور؟ اهو هينده على نفسه. لا مش هينده على نفسه، ليه؟ لان لسه في جزء. شكرا. طالما لقيت الجزء اللي بعد اللي شمال الاور بعد الاور في يمين الاور وعليه حتة، يبقى انا كده ايه مش هنزلها زي ما هي، وبالتالي هيتبقى احتمال ايه ان دي اوبشنال او فاكتور. هعمل في دي ايه؟ بكل بساطة اهو هعمل اف ستيتمنت، هنزلها زي ما هي وايه دي وهعمل ايه بقى؟ مش هما هنا متكررين مرتين، هاخد مرة واحدة كأني عارفين بعمل ايه، باخد common factor بالظبط بتاعت الماس اللي هو العامل المشترك. هنا مين العامل المشترك؟ الجملة اللي متكررة. ولما انا كنت في الماس يعني باخد الايه العامل المشترك او common factor، مش كنت بحطه بره وبعدين بفتح قوس واحط الباقي؟ حلو قوي. هنا بقى القوس شكله ايه؟ اللي هو القوس ده مش الكيرلي براكت. ماشي، هحط ايه بقى جوه القوس؟ هحط اللي اتبقى اللي هو مين؟ ال else statement اللي هو بقيه الجمله. بس كده خلصت. شكرا، بس كده خلصت. يبقى لما هاجي اشوف الجمله هعمل ايه؟ هيبقى عندي حاجه من ثلاث حاجات، يا اما اشوف في recursion ولا لا، وبعدين لو ما فيش recursion اشوف في optional او factoring ولا لا. هي حتى من اسمها فاكتورينج، يبقى باخد كومن فاكتور، هي اسمها يا اوبشنال يا فاكتورينج، يا اما هنزلها زي ما هي ولا لا. وده طبعا الاحتمال ده بيجي لما ما الاقيش فيها الاثنين دول. هنا انا شفت اول حاجه اللي قبل السهم زيه بعد السهم، لا. طب زيه في جزء تاني؟ لا. يبقى وجود اللي على الشمال مش موجود في اي حاجه خالص لحد الاور، يبقى انا كده ايه ما عنديش ريكيرجن. هبدا اشوف الحاجه الثانيه. هنا اللي موجود هشوف، ماشي، if expression statement هشوفها موجودة بعد الأور ولا لا. موجودة اهي، بس زايد عليها حتة، يبقى في ايه؟ يبقى عندي optional. شكرا. هعمل ايه في الoptional؟ هاخد الجزء المتكرر عامل مشترك وافتح القوسين اللي هم دول واحط اللي متبقي في القوس، او اللي متبقي يعني الزيادة عن العامل المشترك احطه جوه القوس. يبقى انا كده عملت option. هنزل في اللي تحتيها هعمل نفس الكلام. هنا statement اللي قبل السهم موجودة بعد السهم، يبقى انا كده بلعب في مين؟ في الريكيرجن. طب left ولا right؟ موجودة بعد السهم على طول، يبقى دي left. هعمل ايه قلنا في left؟ هاجي اكتبها زي ما هي، بعدين ايه السهم بتاعي واحط ايه اهو، هي مكانها هحط مين؟ اللي بعد الاور اللي هي factor. وبعدين هعمل ايه؟ هفتح كيرلي براكت، جوه الكيرلي براكت هحط اللي اتبقى. هو في حاجه اصلا متبقيه؟ لا، دي نفس الكلمه. شكرا. يبقى هسيب القوس فاضي. حليت كده؟ حليت. طب نقتنع؟ نقتنع. اهو شطبت على المتكرر وحطيت مكانه اللي بعد الاور، لسه في حاجه تاني متكرره جنب، يعني في حاجه موجوده جنب جزء متكرر؟ لا. يبقى القوس فاضي، انا هحط جواه ايه؟ خلاص، يبقى احنا خلصنا الجملة دي وخلصنا الجملة دي. دي طلعت recursion left ودي طلعت optional factoring. طيب نشوف التالتة هتطلع ايه. دي الفاكتور، نشوف هنعمل فيها ايه. هنا اللي قبل اللي قبل السهم هو اللي بعد السهم؟ لا. شكرا. طب اللي هنا موجود في اي جزء من اللي هنا؟ اهي، حتى لو مفيش اور انا ماشي حتة حتة. اهي، يبقى اهي دي هعمل فيها ايه؟ اول خطوة نشطب على المتكرر واحط مكانه اللي بعد الاور. طب ما هو مفيش بعد اور، هيتبقى لي ان انا اعمل ايه؟ اعوض عن الريبيتيشن. كنت بعوض عن الريبيتيشن بايه؟ بالكيرلي براكت. احط ايه جوه الكيرلي براكت؟ الحاجة اللي متبقية. في هنا حاجة متبقية؟ STMT. يبقى احط STMT، سوري هي بتاع
كلها اصلا بايظه. اهي قلنا هنفتح الكيرلي براكت ونكتب جوه الكيرلي براكت اللي اتبقى اللي هو مين اس تي ان تي. خلصت كده. ما انا ما عنديش او. طيب لو زودنا واحده مثلا هنا مال مثلا اسمها مال وفيها بلس، خلاص هنيجي هنا، دي كانها مسألة يعني. ماشي هنيجي هنا عندي مال، ماشي هشوف اللي قبل السهم هو اللي بعد السهم، لا يبقى انا دي مش ريكيرجن. طيب اللي قبل هنا موجود هنا ومتزود عليه حاجات، لا يبقى دي مش اوبشنال. طب يعني مفيش حاجة من الاتنين، يبقى هنزلها زي ما هي. يبقى احنا كده قلنا ايه كل الانواع. طيب الفيديو اللي بعد كده بقى المفروض بيجي بعد حاجه من الاثنين، يا اما الدكتور يجيب لك الاي بي ان اف جاهز وانا اعمل حاجه اسمها سنتك دايجرام ونعرفها الفيديو الجاي، يا اما الدكتور يجيب لنا البي ان اف ويقول لك طلع لي الاي بي ان اف واعمل لي سنتك دايجرام. طب هو لازم سنتك دايجرام؟ هو ممكن يجيب اي بي ان اف بس، لكن عمره ما هيجيب ان هو يطلب مني سنتك دايجرام غير لو موجود الاي بي ان اف او انا هطلع الاي بي ان اف. حاجه كمان ممكن بقى الدكتور يروح جايب السنتكس دايجرام وانا اطلع منه الاي بي ان اف، وعامه هو ما عملهاش غير في امتحان واحد. الاكزامبلز اللي في كل الفيديوز يا جماعه بتاعتي او بتاعه عمرو هي من امتحانات. ربنا معاكم ان شاء الله.